يعني مضطر أن أرفع القبعة لراضي على هذا التقرير اللي شو بيكون في سينما على أدب على ثقافة على سياحة على رياضة على تاريخ. أنا واحد من محبي روما، كل سنة أحرص أن أذهب إلى روما، في شارع بحبه اسمه فيا فينيتو. روما بلد بيشبهنا كتير يعني. أنا بحب توتي. توتي أنا تشرفت إنه من السنة الماضية بعتقد عملت، كنت أنا وتوتي ولامبرت عملت ندوة في مؤتمر دبي الرياضي، وكان يعني أنت واقف مع أسطورة، في ناس بتتمنى هيك. روما المدلل أبو كرام. نعم. واليوم عرفت معلومة جديدة يعني خلال الحق، أن الشعار مالهم الذئبة أنها هي أرضعت رئيس النادي وكانت معاه أخته، فهاي معلومة بالأمانة يعني أول مرة أعرفها. أنا لعبت ضد روما أبو كرم في عام 2004 بعد ما اتوجنا في أول نسخة لكأس آسيا، استضافونا في مباراة البرزنتيشن. بس الذئبة مو أرضعت رئيس النادي. مو أرضعت رئيس النادي. هذه قصة إغريقية ورضعت اثنين، إجا منه اسم روميلوس اللي هو نادي رئيس نادي. مين أنت؟ مش هو رئيس نادي؟ قصة إغريقية يا ابن الحلال. أنت عم تحكي وأنا أقول أرضعت رئيس نادي مين؟ رئيس هيك أنت زبة. أنا سمعت قولك تاريخ هذا، يمكن هم يعنون هذا. هذا أيام الأساطير الإغريق، يمكن عشان طلعوا ذياب أبو كرم. ذياب مين أنت؟ ما يخص بيك. شعرهم ذيب. شعرهم ذيب أبو كرم. بس إيه يعني بس كلهم ذيابة. شوف 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 هذا هو الشعار أبو كرم. منو هو؟ رومولوس. تشجع في إيطاليا؟ أنا أشجع يعني أيام زمان طبعا نابولي بسبب مارادونا في الله يرحمه. أيام زمان. وأنت سيد العجوز. يوفنتوس. طيب